عندنا مستر باتشيكو رفض مسألة الدور في حراسة المرمى، قال لك لا ابو جبل بيقدم، الحارس الاساسي للفريق بيقدم مستوى فني جيد، وما دام بيقدم مستوى فني جيد وبيتألق في المباريات مفيش اي داعي خالص لتغييره او الدفع باي حارس اخر. اما يتعرض لاي اخفاق او ما يكونش جاهز ساعتها هدفع بحارس اخر في المباريات، لكن طول ما هو بيقدم مستوى جيد انا هفضل ادعمه وهفضل ان هو يكون موجود في التشكيل الاساسي للفريق. مستر باتشيكو قبل دخول الفريق معسكر النهارده طبعا مواجهه الاسماعيلي بعد ساعات اتكلم مع اللعيبه وحذرهم من صحوة نادي الاسماعيلي وقال لهم ان الاسماعيلي عايز يصالح جماهيره فما نتمناش ان ده يكون على حسابنا، وطالبهم بتحقيق المكسب علشان يعوضوا التعادل امام المولوديه في دوري ابطال افريقيا. ويتكلم مع مروان حمدي النهارده وقال له ان هو بيثق فيه وان هو لعيب لسه منضم حديثا لنادي الزمالك ولسه ما تاقلمش وان هو هيفضل يمنحه الفرصه لحد ما يثبت لجمهور الزمالك ان هو صفقه جيده وان هو لاعب صاحب قدرات مميزه. عندنا النهارده الصحافه التركيه قالت ان نادي جلطه سراي خلاص بيستعد للتعاقد مع مصطفى محمد المعار لصفوفه بشكل نهائي، يعني هيفعل البند اللي موجود في عقد في العقد بتاع الاعاره واللي هو بيقول لك ان قبل شهر ديسمبر يشتري اللاعب ب 4 مليون يورو، يدفع 4 مليون يورو ويحصل على خدماته. فالنهارده الصحافه التركيه كلها قالت ان خلاص مسؤولي جلطه سراي خدوا القرار ده وان هم هيجهزوا ال 4 مليون يورو قبل شهر ديسمبر هيدفعوا المبلغ نادي الزمالك ويحصلوا على اللاعب بشكل نهائي. وطبعا بعد التعلق اللي ظهر بيه وان هو سجل اربع اهداف في اربع مباريات، وبعيدا عن تسجيل الاهداف الصحافه التركيه بتقول ان اللاعب بيقدم مستوى فني جيد جدا ووضح قوته مع فريق جلطه سراي. والصحافه التركيه توقعت ان سعر اللاعب في خلال موسمين بعد الموسم ده يعني الموسم الجاي يصل ل 25 مليون يورو.